مرحبا بكم. العقل السليم في الجسم السليم. هذه الجملة التي ترددت على أسماعنا كثيرا والتي تحثنا على ممارسة الرياضة هي عبارة صحيحة 100%. ممارسة الإنسان الرياضة تحول حياته للأفضل، فالإنسان الذي يمارس الرياضة نسبة إنتاجه أعلى من غيره. هذا نلاحظه كثيرا في الألعاب الرياضية، فاللاعب الذي يتمرن كثيرا بشكل صحيح يكون أداؤه في المباريات أفضل. هذا يكون سببا في مهارة الرياضي في ممارسة رياضات مختلفة. في هذا الفيديو جمعنا لكم أشهر لاعبي كرة القدم ومهارتهم في رياضات أخرى. وقبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. ثانيا، جيرالد بيكي، لاعب برشلونة الأسبانية وزوج المغنية الكولومبية شاكيرا. بعيدا عن كرة القدم، انتشر له فيديو وهو يلعب التنس طاولة مع فابريكاس لاعب فريق تشيلسي. ثالثا، ليونيل ميسي، الأرجنتيني لاعب برشلونة صاحب الإنجازات الكثيرة في كرة القدم. بعيدا عن كرة القدم، يلعب ميسي كرة السلة أيضا، ولكن ببصمة لاعب كرة القدم. رابعا، زلاتان إبراهيموفيتش، السويدي لاعب نادي لوس أنجلوس جالاكسي، والمعروف عنه أيضا ممارسته لرياضة التايكوندو وحبه الشديد لها. لكن اليوم نعرض لكم إبراهيموفيتش وهو يلعب التنس. بالطبع إبراهيموفيتش متعدد المواهب بلا شك. سابعا، نيمار، اللاعب البرازيلي الأعلى أجرا على مستوى العالم، في هذا المقطع يمارس رياضة البيسبول. عاشرا، كريستيانو رونالدو، اللاعب البرتغالي لاعب فريق ريال مدريد السابق الذي أمتع الجماهير بمهارته في اللعب. يعد من أشهر لاعبي العالم في وقتنا الحالي، والذي حقق الكثير من الجوائز والأرقام القياسية. ولكن بعيدا عن كرة القدم، يمارس كريستيانو العديد من الرياضات ومنها كرة القدم الأمريكية. 11، توماس ميولر، لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الألماني وهداف كأس العالم في عام 2010. في هذا المقطع يظهر مهارته في إحدى سباقات الرالي. 12، بول بوكبا، لاعب مانشستر يونايتد الفرنسي الجنسية. بعيدا عن مهارته في كرة القدم، فهو ماهر أيضا في كرة السلة. وكان اللاعب الفرنسي دخل تحدي لاعب كرة السلة مع اللاعب لوكاكو البلجيكي أثناء تواجد الاثنين في ميامي لقضاء العطلة. وصلنا لنهاية الفيديو، شاركونا رأيكم عن أفضل مقطع أعجبكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.